اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء مره اخرى. اتخذت الدوله المصريه ممثله في وزاره الصحه اتخذت العديد من الاجراءات السريعه لتصدي لانتشار فيروس كورونا منذ اندلاع الجائحه في العالم. فكان من بين تلك الاجراءات الاحترازيه لتصدي للفيروس التنظيميه والصحيه كقرار الحظر لفتره معينه في بدايه الجائحه، بالاضافه الى اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه من توفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبيه وتحويل عدد كبير من المستشفيات العامه للكشف والحجر والعزل الصحي لمصابي كورونا، فضلا عن توفير بروتوكول العلاج المستخدم في العالم مجانا للمواطنين وتدشين الخط الساخن لاستقبال الاستفسارات وتقديم الدعم السريع لاي مصاب وبرنامج الهواتف المحموله الذي يتضمن العديد من الخدمات الهامه. كما اتخذت الدولة العديد من القرارات الاقتصادية بالتزامن مع القرارات الوقائية من أجل الحفاظ على الاقتصاد المصري من التأثر بجائحة كورونا. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق. دكتور أحمد صباح الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. مصر لديها تجربة فيما يتعلق تجربة ناجحة حتى الآن فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا وهذا الوباء، أهم محددات هذه التجربة المصرية برأيك؟ يمكن تخفيف القيود التي فرضت لاحتواء هذا الفيروس بالنسبة حتى للدول الغربية بدأت التخفيف عنها، بدأت طيران من خلال الطيران حتى ومن خلال السياحة، وكل دولة بدأت في الإجراءات هذه الإجراءات اللي هي فرضت عشان تخفيف عشان فيروس كورونا. طبعا كانت يعني لكن في مصر لحسن الحظ ولحسن الطالع ان اقل دوله في العالم كله هي مصر. امبارح كان بيقولوا ان 104 بس فقط لا غير من الحالات التي اكتشفت لفيروس لهذا الفيروس كورونا. طبعا ده من خلال التدريب المكثف لكل البلط الابيض اللي لمعرفه كونها هذا الفيروس، وليس تدريبا فقط ولكن تدريب مع تقييم حتى يكون الفهم الجيد لهذا الامر. كذلك يمكن من ضمن الاجراءات المنظومه الصحيه القويه اللي هي كانت في مصر جعلتها من اول الدول اللي هي بيكون اقل اصابه. هذا الوباء دكتور احمد ربما كان اختبار لكل المنظومات الصحيه في العالم، تقييمك للمنظومه الصحيه في مصر بعد 6 أشهر تقريبا عن ظهور او منذ ظهور اول حاله مصابه بالمرض في مصر. هو يعني انا طبعا من خلال منظوري كراجل يعني في هذا العلم علم الفيروسات ان الاكتشاف المبكر ده بيحل المشكله يمكن 90%. في ناس اهملت يعني مجرد ما جه الفيروس والدول اللي حواليها اصيبت بهذا الفيروس تراكم بالاجراءات والقيود فرض القيود لاحتواء هذا الفيروس. مصر كانت من اول الدول على عكس الدول الكبرى من اول الدول اللي احتوت هذا الموضوع. يمكن حتى القيادة السياسية جعلت 100 مليار من الدولارات لمكافحة هذا الفيروس. كانت كذلك برضو من ضمن الحاجات ان افتتاح المستشفيات عامة تكون عزل لاحتواء هذا الفيروس او اول باول طبعا وتمنع انتشار هذا الفيروس واحتوائه. كان مستشفى كبرى او غيره. كل دي امور الحقيقه كانت طبعا كانت بالاضافه طبعا دكتور احمد ان وزاره الصحه لا تزال تعمل في او تمضي قدما فيما يتعلق بمكافحه هذا الوباء ومجابهته، اخرها وزاره الصحه الان تشارك في التجارب السريريه وتتعاون مع شركات صينيه وشركات بريطانيه من اجل انتاج هذا اللقاح والحصول عليه. بالضبط كده، الحقيقه طبعا اللقاح فكره ناجحه جدا. يمكن روسيا اللقاح الروسي واللقاح الصيني بدأوا ان هم طبعا مصر احتوت على 2 من هذه الفيروسات والتجارب السريريه لان طبعا عندنا يمكن 37 لقاح اللي ظهر منهم 7 مصر خدت 2 منهم عشان التجارب السريريه. وطبعا التجارب السريريه كان قانون طبعا مقفول، النهارده سياده القياده السياسيه فرضت قصدي يعني تبنت موضوع التجارب السريريه واصبح في انفتاح للعلماء المصريين ان هم يجروا التجارب هنا وهناك لان الاستخدام لازم يكون اللقاح استخدام امن ودون مضاعفات. حتى يكون امن يكون طبعا ودون مضاعفات لابد من يكون من متطوعين كبار وصغار طبعا كل دي بيجرى عليهم التجارب بحيث ان هم طبعا بياخدوا اللقاح ويشوفوا بيتابعوهم
بعد شهرين وبعد أربعة وبعد ستة أشهر مدى نجاحه، وإذا كان في مضاعفات أو لا. يمكن حتى في بريطانيا أكسفورد فاكسين، التطعيم بتاع أكسفورد، لما ظهر أن هناك مرض في عيسان، مرض في مرض غير معلوم من خلال هذا التطعيم، لغوه تماما. من هنا كان نجاح التجارب السحرية في هذا الأمر. رغم كل هذا الجهد سواء دوليا أو محليا والتجربة المصرية الناجحة في مكافحة الوباء، لكن ينبغي أيضا أن نذكر، ولا بأس أن نذكر السادة المشاهدين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والطبية والوقائية اللازمة والتي باتت معروفة لدى جموع المصريين. وإحنا بنقول طبعا أن هذا الانخفاض انخفاض حذر، وأن هذا الفيروس ملوش أمان. النهاردة منخفض، أو النهاردة إحنا كان في الأردن، إحنا كنا بنضرب المثل بالأردن أن انخفاضها انخفاض شديد جدا، والنهارده بداوا يقفلوا المحافظات، بداوا يقفلوا المدن، كارثه كبيره. يعني اذا هذا الفيروس ملهوش امان، واحنا كان انخفاض في مصر يمكن مصر ربنا حميها، لكن طبعا هذا انخفاض حذر. لابد ان احنا التشدد، وان احنا بالقيود بالتدابير الاحترازيه الهامه، وعلى الاخص اللي هي الماسك او بيسموه القناع، ده يعتبر اقل حاجه في هذه واهم حاجه ايضا يا دكتور. يعني هو فعلا اقل حاجه، وموضوع بسيط او اجراء بسيط واسلوب بسيط، لكن هو مهم جدا فيما يتعلق بمكافحه ومجابهه هذا الوباء، بالاضافه طبعا الى التعقيم والتطهير الدائم وايضا التباعد الاجتماعي. لقيت حال الدكتور احمد شاهين، استاذ الفيروسات بجامعه الزقازيق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.